السيد ما خسر زوجته وفقد عمله. يسرك أن ترى الجميع يضحك علي حين أخذت زوجتي وعملي. جيانغ جاءت من أمريكا بحلم أشبه بالخيال. أنا وثيقة بمشروعي. جوان طموحه ليس له حدود. لم أتخيل في حياتي أن أكون هكذا. ياو ياو مواهبها أكبر من عالمها. انتظر حتى أصبح مشهورة. أما الزوجة فتسعى للحب. نحن النساء نبحث عن شخص يحبنا وليس من يطعمنا ويؤوينا. الجدة حياتها من أجل ابنتها. تشين طموحه قاتل. الجدة الكبيرة بيتها عالمها. وابنته همها أن تملك كل شيء. لا يمكنني شراء شيء بهذا المبلغ. خطوط تشابكت وأحداث تسارعت فقلبت كل شيء ليكون لكل واحد منهم حب جديد، حياة جديدة. أمس البروفيسور جوان شو الذي أتى لتوه من أمريكا أجرى عملية إيقاف نزيف حاد بالرئتين، والمريضة وعائلتها وضعوا أمانهم عليك. كيف جازفت بحياتها؟ أخدع المرضى لأجل النقود؟ أعتقد بأن هذا هو الخداع. لا تمثل علي. حسناً، ثلاثة، اثنان، واحد، أتوا. هناك اثنان مصابان بجروح في الصدر واخران مصابان في البطن واثنان ما زالا تحت الانقاذ. يجب ان اتوجه مع رجال الاسعاف لانقذهم. هذا ليس حادثا طبيا اعتيادي، هناك حياه انسان على البحر ولا يمكن قول الحقيقه الان. ابقها سرا حتى الممات. فمن هذا الذي يستطيع أن يرى أحب الناس وهو يصاب بالجنون أمامه؟ أنا في اجتماع، فلتحلي أنت الأمر. قد أكون أيضاً أكبر منك سناً. إن فان قالت سوف أذهب لكي أصيد رجلاً غنياً من هناك. تؤلمني، تؤلمني. لا تتظاهر بعدم حبي. هل يعقل يتزوجن بعدما يحملن؟ أتمنى أن أرى وجهك كل يوم من أمامي. عبارة ماذا لو لم يحدث؟ الذي سيحصل سوف يحصل. الطفل الذي بداخلك هو لجيا مينغ. ماذا ستفعل بعد أن عرفت؟ زواجنا قرب على الانتهاء. لطفلك، لطفلك المزعوم. إذا تجرأت أن تزعج امرأتي لاحقا سوف تندمين، فهمتي؟ أنا تزوجتك، فأنا أبو ماو ماو. هذا الوعد مني لكما.